والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة، نتابعها مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك ريهام، شكرا لك ميرفت. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وأشار إلى أن اللجنة تتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية السيارات التي تم إطلاقها يونيو الماضي. وخلال الاجتماع الأول للجنة أكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وأكد العمل على توطين هذه الصناعة، وأضاف أنه انطلاقا من هذا التوجيه تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات. أكد وزير البترول أن ما حققته صناعة الغاز الطبيعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام المالي الماضي، ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر، يمثل حافزا كبيرا لمواصلة بذل الجهود في تعظيم موارد مصر وقدراتها من الغاز الطبيعي. وجاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. وأشار الوزير إلى الخطة الطموحة التي يستعد قطاع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين، المتمثلة في تنفيذ برنامج حفر ل 31 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز الطبيعي. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بتراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وخسر رأس المال السوقي 6.1 من 10 مليار جنيه، لغلق عند مستوى 682 مليارا و500 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9817 نقطة متراجعا بنسبة 1.17%، لغلق عند مستوى 9702 نقطة. كما فتح المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2267 نقطة، ليغلق منخفضا بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 2241 نقطة. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3206 نقاط، ليتراجع بنسبة 1.7%، ويغلق عند مستوى 3172 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار عملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و46 قرشا للشراء و19 جنيها و57 قرشا للبيع. اليورو سجل 18 جنيه و63 قرشا للشراء و18 جنيها و74 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 20 جنيها و61 قرشا للشراء و21 جنيها و73 قرشا للبيع. الدرهم الاماراتي سجل 5 جنيهات و30 قرشا للشراء و5 جنيهات و33 قرشا للبيع. واخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و16 قرشا للشراء و5 جنيهات و20 قرشا للبيع.
قال وزير المال اللبناني يوسف خليل إن بلاده تعتزم خفض سعر الصرف الرسمي للليرة اعتبارا من نهاية أكتوبر المقبل من 1507 ليرة مقابل الدولار إلى 15000 ليرة مقابل الدولار. وخلال تصريحات صحفية أضاف وزير المال اللبناني أن الهدف هو توحيد أسعار الصرف في لبنان، واصفا القرار بأنه خطوة رئيسية في هذا الاتجاه بعدما تراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي في الفترة الماضية. نهاية أخبار اقتصاد.